وافتتح هذه الفقره من اتصال هاتفي من بدر البدران من القصيم. مساء الخير سيد بدر. مساء النور. تفضل. مساء النور. كل عام وانتم بخير. وانت بألف خير. يا هلا. لجميع المشاهدين ولضيوفك الكرام. واتمنى من الاخ محمد العمران ان يتحفنا بجواب، بس يكون الجواب اكيد. يعني اليوم نزل خبر عن انعام وتداولها، ما ندري هل يكون الخبر هذا بداية ان شاء الله خير للسوق السعودي، ام انه سوف يكون هناك سوق ثانوي بعد المهلة اللي جعلتها هيئة السوق المالية بعد تقريبا في شهر 3. أشكرك سيدي على هذه المداخلة. يعني نعم أشكرك. بالنسبة لأنعام سيد محمد وأيضا للإدراجات، يعني هل ستبتدئ مع أنعام باعتبار أنه الخبر طازة اليوم طلع؟ نعم، يعني الآن من فحوى الخبر يعني واضح أن هذا تلميحات أن بدينا نطبق السوق الثانوي، وشركة أنعام بتكون أول شركة تدرج في السوق موازي أو ما يعرف بالبارل ماركت. وأعتقد أن الهيئة سوق المال لمحت أن تداولات سهم أنعام أو تداولات السوق الموازي بتكون بطريقة غير مستمرة، ويفهم من هذه العبارة أن في حال قيام البائعين بعمليات البيع أن متحصلات البيع أو التسويات لن تتم في نفس اللحظة مثل ما هو معمول حاليا فيه، مما يعني أن قد نشهد تطبيق لما يعرف بالتسويات المؤجلة T+1 ولا T+2، وهذه بدورها لن تكون في الحقيقة إيجابية ولن تشجع المضاربين والمستثمرين على التداولات، لأن لما يقوم العميل في عملية البيع اليوم وينتظر المتحصلات ثاني يوم أو بعد يومين أو بعد 3 أيام، هذه في الحقيقة تعتبر غير إيجابية. إيجابية على السوق يعني ولا على أنعام كسهم برأيك؟ على سهم أنعام وحتى السوق السنوي، يعني إذا كان اعتمد هذه التقنية ألن تكون سلبية؟ لماذا لا يعتمد T+1 يعني أفضل من T+2؟ يعني هل برأيك أنه يمكن أنه يتم التأجيل أكثر؟ هذا سؤال مهم. يعني السوق المالية السعودية إلى أكتوبر 2001 كان يطبق هذه القاعدة، يعني تقريبا من عام 85 إلى عام 91، أكثر من 16 سنة وهو يطبق هذه الطريقة. كانت في القديم كانت T+7 و6، يعني 7 أيام وست أيام، يعني ما في مضاربات بالمرة، عمليات التسويات يعني الواحد كان يعني ما في مضاربات بالمرة كانت إذا كانت تطبق هذه. كان السوق ضعيف جدا وكان غير منظم في ذاك الوقت، لكن اعتبارا من نهاية التسعينات بدأت تتحسن هذه التسويات إلى فترة يومين وثلاث أيام، وبدينا نلاحظ أيضا من عام 2000 التسويات في يوم واحد فقط. لكن اعتبارا من أكتوبر 2001 مع تطبيق نظام تداول القديم مو بالحالي اللي قبله مباشرة اللي انتهى تقريبا مع يعني خلال 2007، بدينا نشوف التطبيقات التسويات الفورية، وهذا بدوره عزز من عمليات التدوير والمضاربات وشجع السيولة بشكل كبير يعني خلال يعني هذه الفترة. ما في شك أن الآلية هذه ساعدت على عمق السوق وتداولات السوق وتشجيع التدوير. الآن في حال تطبيق السوق الموازي الآن، هي ما في شك يعني لازم نحط في اعتبارنا أن أنعام عندما تم تعليقها في يناير 2006 كان السوق بحدود 7000 نقطة، الآن السوق ب 11000 نقطة، يعني سهم أنعام ما أخذ في اعتباره التغيرات الإيجابية اللي حصلت في السوق، وهذه تعتبر نقطة إيجابية يجب أن يضعونها المستثمرين في الاعتبار. لكن النقطة الثانية أن سهم أنعام بيدرج في سوق موازي، مما يعني أنه ما راح يتمتع بنفس المزايا والإيجابيات اللي يتمتع فيها السوق. لكن أعتقد المهم في الموضوع نهى أن الآن في الشركات اللي هي الخسرانة أو الشركات الضعيفة، شركات المضاربة اللي تعاني من خسائر متراكمة واللي تعاني من خطر التعليق في لحظة، أنا أعتقد أنها يعني حيكون وضعها صعب، يعني اعتبارا من يوم غد ما ندري وش تأثير مثل هذا القرار يعني على السوق بشكل عام، لكن أتوقع يمكن يكون لها تأثير على الشركات الضعيفة على المدى القصير. أعتقد الشركات القيادية والشركات الوسط ما راح تتأثر إطلاقا بمثل هذا الأخبار، وأعتقد أنها مثل هذه الآلية هي في الحقيقة تعزز من تطوير السوق ومن آليات التداول، وأعتقد أنه حينقل السوق أيضا إلى نقلة جديدة فيما يتعلق بالتطور والتقدم بالمقارنة مع الأسواق المالية العالمية. نعم، وبطريقة الإدراجات باعتبار أن يعني أدرجنا هذا السؤال على السوق الكويتية، السوق السعودية وبهذه الإدراجات الجديدة، يعني كم كبير من الشركات يعني استوعبتها 2007، وأيضا من ضمنها
أسهم ذات أحجام قوية وطرح كثير للاكتتاب العام وهو مزمع إدراجه في العام القادم. صحيح، يعني اليوم حنا حسب إغلاق اليوم في 109 شركات في السوق متداولة، طبعا باستثناء أنعام وباستثناء بيشة الزراعية. خلال 2007 تعتبر هي أكبر سنة من حيث الاكتتابات ومن حيث الإدراجات من حيث العدد. طبعا في أكثر من 20 شركة تم الإدراج. التركيز كان في الاكتتابات والإدراجات على شركات التأمين وشركات الخدمات وبعض الشركات، يعني عدد محدود في القطاع الصناعي، لكن ما في شك أن كان الغالبية شركات صغيرة. ولكن مع هذا لاحظنا 4 إدراجات أو اكتتابات ضخمة، من ضمنها طبعا كيان السعودية، المملكة القابضة، وجبل عمر، ودار الأركان، اللي في الحقيقة عطت يعني نقلة جيدة للسوق من حيث القيمة السوقية الإجمالية ومن حيث يعني الوزن وتمثيل مثل هذه الشركات في القيمة السوقية الإجمالية للسوق المالية السعودية. نعم. وأعود إليك السيد ناصر، يعني لديكم تقرير جدا مهم وأعجبتني، يعني توقفت عند هذا يعني القول المأثور، خذ من كيسه وعايده، وأنتم تكلمتم عن سحب السيولة، يعني هناك ربما استخدامات غير يعني ملتوية لبعض الشركات، ليس لكل الشركات، يعني تأخذ من كزيادات رؤوس أموال وتعود وتضخها على أساس أنه هي عم توزع أرباح على المساهمين. لنتحدث عن هذه النقطة، السوق الكويتية فعلا مقبلة أيضا على استدعاء زيادات رؤوس أموال من شركات كثيرة، يعني تجاوز الرقم الملياري دينار. نعم، يعني للأسف الشديد هذا كان موجود سابقا، لكن يبدو أنه توسع بشكل يعني خطير في الآونة الأخيرة، اللي هو زيادة رؤوس أموال الشركات بمبالغ كبيرة بشكل غير مدروس. طبعا هناك بعض الشركات لكنها قليلة زيادة رؤوس أموالها بناء على دراسات ومعطيات حقيقية وحاجة فعلا. لكن هل يعني يمكن المتداول أن يدخل في مطب يعني بدون دراسة، يعني لا يطلع ربما على نشرة الزيادة؟ لماذا يطلبون زيادة رأس المال؟ هل بتعتقد أنه يعني بقي المتداول الكويتي ربما غير عالم، أم يعني تفتحت، يعني هناك نضج كبير طغى على كل الأسواق، لن تمرر عليهم بسهولة ربما حاجات الشركات للزيادة؟ يعني هل أم أن الشركات كانت أذكى ربما ولجأت إلى أساليب أو حتى إلى تعابير قد تكون غامضة؟ لا شك، يعني خلينا نتكلم بوضوح وبصراحة، في سوق الكويت الأوراق المالية حماية المستثمر ضعيفة جدا، خاصة صغار المستثمرين الذين ليس لهم تمثيل في الشركات. فبالتالي تلجأ الشركات لسحب سيولة من المساهمين، ربما توفق في تلك الأموال من حيث الاستخدام وربما لا توفق. بالنهاية لا توجد محاسبة فعلية وحقيقية على نتائج ذلك التوظيف، هل كان سلبي أم إيجابي. فتتفادى الشركات المدرجة أو معظمها الاقتراض من البنوك، لأن البنوك تحدد مواعيد استحقاق ويعني جدولة للقرض وتطلب بيانات لاستخدامات الأموال، فبالتالي هذا يعني يقيد الشركة في استخدامات الأموال. أما الأموال من المساهمين فأطلاقا لا يوجد عليها قيود ولا توجد عليها مساءلة جدية، وعندما تتبخر لا تكون هناك محاسبة. فهذا مما دفع شريحة كبيرة من الشركات للمطالبة بسحب سيولة كبيرة حتى يعني تستخدمها في توظيفات يعني في غير محلها، وربما تؤثر على المركز المالي بشكل سلبي، وإذا يعني نجحت كان بها، لم تنجح فليس هناك مساءلة، وهذا مكمن الخطورة. لكن أحب أوضح مرة أخرى مثل ما تفضلتي أن هناك زيادات في رساميل الشركات لأغراض صحيحة ومشروعة وأثبتت جدواها في مرات سابقة. نعم، ولدينا اتصال هاتفي من الكويت. صالح السعيدي، مساء الخير سيد سيد صالح. ألو، تفضل. مساء الخير. أهلا، تفضل. أنا عندي بس ودي أسأل الأخ ناصر النفيسي. كان تصريح الأخ ناصر بتاع لما تكلم قال إن من ميزات السوق الكويتي في 2007 إن الشركات المدرجة 18 شركة من جيدة إلى ممتازة تقريبا، كان هو التقييم اللي كان تفضل فيه الأخ ناصر. نعم، متوسطة إلى ممتازة.